250 سنة وحنا نتمتعوا بنعمة الاستقلال، وهذا بفضل رجال ونساء اللي ضحوا بنفسهم وأموالهم باش حنا اليوم نعيشوا في الحرية. شكون ما يعرفش تيدوش مراد؟ الشخصية هذه تتمثل في السي الحواس. اليوم راح نتكلموا على سيدة من سيدات الثورة الجزائرية. السلسلة الجديدة تزايرنا تحكي على هذه الشخصيات العظيمة وتعطينا فكرة على الأحداث المهمة في تاريخ الجزائر. 1946 لسنة 1956 تم تنفيذ العمليات الهجومية المتفق عليها طبعا. انتظرونا يوميا في موعد مع التضحيات والبطولات والأمجاد على قناتكم الجزائرية.